تمام. ما هو لا غير بقى ما هو بيدخل من بيت هو طول حياته متعصب. فاحنا دلوقتي عايزين التوقيت, احنا اتكلمنا عن العند عند الزوج والزوجة, عايزين بقى نتكلم في حاجة مهمة جدا بما اننا داخلين على رمضان والاشخاص او الراجل والست بيكون عندهم حالة من العصبية بشكل كبير. ازاي نعالج العند؟ ازاي الزوج يتعامل مع زوجة عنيدة جدا, وازاي الزوجة تتعامل مع جوزها العنيد بشكل ان هم يوصلوا لنقطة يعني نقطة اتفاق كده بينهم وما يحصلش مشاكل بينهم او خرب للبيت. طيب انا هقول لكم بقى استراتيجيه كده علم نفس يلا. تنطبق ينفع يستعملها الراجل وينفع تستعملها الست مبدئيا علشان نعدي مرحله العصبيه دي مبدئيا. اوكي, لما يجي هو كده داخل من البيت متعصب على الاخر, اوكي, هو جاي متعصب اصلا, اوكي, انت مطلوب منك انك تستوعبيه وتمتصيه, اوكي, وتفوتي. طب ازاي لو هو غلط كمان؟ اوكي, او ممكن يقول لك حاجه تستفز. لا دي تروح تطلع حضرتك. لا استني انا هقول انا برضه هو دي النقطه اللي انا عايزه اوصلها. في حاجه هقول لك, في حاجه عندنا في علم النفس اسمها دايفرجن. دايفرجن يعني عارفه لو انت سايقه كده عشان ما تخبطيش في الحيطه قدام, اوكي, تقومي ماسكه الديركسيون واقصى اليسار مره واحده. بمعنى انت في دماغك تفصلي, اوكي, دلوقتي هو بقى بيتكلم وبيشتكي وبيزعق ومش عارف ايه وبتاعه, وانا في دماغي انا بصاله, اوكي, ومش سايباه وممشي, ما بقومش وامشي, اوكي, ولا ماسكه تليفوني واستفزه اكتر, ولا بكلم الولاد ومفهمين ان انا مش محترماه ولا كده. لا انا ايوه صح, انت معاك حق, انت كده. انا في دماغي بقى امتص في غضبه إيه؟ يعني انا في دماغي في ايه؟ انا بستغفر ربنا, انا باخد حسنات, انا بعمل لسه هجيب ايه من السوبر ماركت, انا بفكر في طلبات البيت, انا في كده, بس انا بصله في عينيه وسمعاه. لكن ده على فكره انا بمرن نفسي على كده عشان مع الوقت انا بيبقى عندي مناعه. انا بيبقى عندي مناعه لكلامه غلط, انا مش سامعاك اصلا, اوكي, فهيطلع يطلع وهينزل على ما فيش. ليه؟ لانه ما فيش حد تجاوب معاه اصلا, ما فيش حد استفزه علشان هو يعلم معاه. ده زي ما انا بقول يا نرمين, لازم نبقى واكلين كويس جدا وشاربين كويس جدا واخدين اقراص يعني مهدئه. صح, والله العظيم اللي انت بتقولي دلوقتي ده. طب احنا عايزين خلينا معلش خلينا احنا عمالين ندي للناس ونقول العند والست والراجل, هل العند ده ليه حل؟ يعني عايزين ندي بقى للناس حلول, لان اكيد كل معظم الناس اللي بيتفرجوا علينا طبعا. كل بيت زي ما انا قلت في البدايه ان كل بيت فيه زوج عنيد وزوج عنيد, او ان ما كانوش الاثنين عندهم حاله من العند الرهيب. هل العند ده ليه علاج؟ يعني انا كزوجه ممكن اعالج العند بتاع جوزي, او انا كزوج اقدر اعالج العند بتاع زوجتي؟ شوفي انا عايز اقولك حاجه, اي شخص في الدنيا احنا كربنا يعني اختارنا ككائنات, احنا الوحيدين اللي عندنا القابليه للتغيير الكامل من جوه ومن بره شكلا وموضوعا. لو عايزين كذا شرط تحت, لو عايزين اكيد عايزين دكتور بيقدر يجبر حد على التغيير, اوكي, لكن علشان الجوازه تمشي والعلاقه تمشي لازم الطرفين يتعاملوا مع بعض بذكاء ويستوعبوا بعض, ان كان الراجل او ان كان الست, اوكي. فالعند لو الاول العصبيه ان هو يتكلم, او هي على فكره ممكن تكون هي العصبيه, صح, اوكي, يسيبها تقول اللي في نفسها ما دام ما هو ما تجاوبش او هي ما تجاوبتش والموضوع طلع ونزل على ما فيش. بس معلش احنا عايزين نفرق ما بين برضو العند والعصبيه. يعني مثلا ما فيش بيت بيخلو من المشاكل, اتنين اتخانقوا فتخصموا مثلا وما بيكلموش بعض, وزي اي ست مصريه, وانا مش بشجع على ده طبعا خالص, اوعي تسيبي بيتك تروح لما هدومها وتروح رايحه عند اهلها وتقعد بالشهر وبالشهرين وبيشوفوا مين بقى اللي ايه اللي هي زي بالبلدي كده هينخ الاول. المفروض يعني انا مثلا بشوف لو انا مثلا غلط, لو زوجي هو اللي غلطان, لا انا بفضل ثابته عند موقفي. ما المفروض, وده ما اعتقدش ان ده اسمه عند, ده حفاظا على كرامتي, صح؟ تمام. طيب تمام. العند انا ابتديت بالعصبيه عشان عاده الشخص العصبي بيكون عنيد, ان كانت الزوجه او ان كان الزوج, وده الصفتين دول عاده يعني بنسبه كبيره جدا بيبقوا مرتبطين ببعض, واحنا داخلين على رمضان فهيبقى في صيام فهيبقى في العصبيه مع العند. دلوقتي الراجل العنيد, اوكي, ده يعني معناها ان هو مش هينخ ومش هيرجع في كلامه. ولو انت اخترتي يعني مبدئيا الست الذكيه لازم لما تيجي تطلب طلباتها يعني. تطلب الطلبات لما يكون هو فرحان مبسوط,
قاعدين قاعدة رومانسية واكل كويس ومبسوط الفريق بتاعه كسب. أوكي. أنا عايز أقول لك الكنترول مبسوط. كل الرجالة وتحديدا أستاذ هي هادي مالك يا بابا كلهم بجد بيقول بيشكروا حضرتك جدا, جدا بجد بيقولك أنت كلامك خطير يعني. استني بس هو يكون مبسوط مبدئيا وبعدين أسلوبك بقى هو اللي هيميزك هنا. أيوة. لان هو لو حس ان انت يعني انت بسطاه علشان عايزه حاجه مصلحه. لو حس في لحظه طب ممكن اقول لك على حاجه, لا استني بس لو انت اكتبي بقى مهدئ للستات دلوقتي مهدئ عشان نعرف لو حس ان انت مصلحانجيه هيعند اكتر. اوكي فانت لازم اسلوبك ما يبقاش ان انا على فكره بدي لك ده يعني. علشان اخد ده طيب. هدي لك باليمين وهاخد بالشمال حلو جدا هيقفل منك خلاص الموضوع كده هيبوظ. طيب في زوج لما بيكون عنده يبقى متسلط زي ما بيقولوا متسلط وبيبقى عايز يحقر من شأن مراته باي شكل دايما عارفه اللي هو ايه متسلط باي شكل كده يقول لها مش عارفه ده مش عارفه ايه انت على طول يحقر منها على طول يقلل منها هل ده بقى ممكن بيدفع الزوجة انها يبقى عندها صفة العند لان طبعا هو على طول بيقلل منها يبقى على طول متسلط عليه على اي حاجة هي بتعملها هل ده ممكن بيدفع الزوجة ان هي دايما تبقى عنيدة طب مش همشي خلاص بقى ما هي واحدة بواحدة ده ممكن يكون سبب طبعا ممكن لو يكون لو سبب لو متسلط هنا الست تتعامل معاه ازاي ما لما انت الست لما بتشوف الزوج متسلط يبقى كده لازم هي كمان تبقى عندها الفكر الذكائي او الحاجات اللي هي تعرف تتعامل بيها مع الشخصيه دي او مع الصفه دي تمام طبعا الشخص المتسلط العنيد ده صعب جدا انك تعيشي معاه ده مبدئيا بس عشان تكسبي اوكي معاه لازم تبني رصيد وتركبيه حوار اوكي هشرح لك بقى يعني ايه نركبه حوار ونكسب رصيد وده ينطبق على الشخصين بمعنى انه يعني انت هتبتدي ان انت تبتدي تبني عندك رصيد عنده مواقف حلوه رصيد كتير عشان إيجابي. يفضل شيء يعني مثلا انا عايزه اخرج مع صحابي النهارده مثلا عايزه انزل افك عن نفسي يومي طويل بشتغل عندي الولاد عندي مسؤوليه البيت عندي كل ده وطبيعي عايزه اخرج مع صحابي خروجه حلوه عايزه اروح الساحل عايزه اطلب طلبات يعني بالطريقه كده ان انا ادخل لزوجي بالظبط ما يبقاش كده خبط لازم انا كنت سعيده جدا بوجود حضرتك بجد النهارده واكيد للحوار بقيه لان الكلام في الحياه الاسريه لن ولم ينتهي بشكرك شكرا جزيلا دكتور انجي الدفراوي اخصائيه نفسيه واسريه شكرا جزيلا لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه وانت طيبه بنشكرك جدا يا دكتور وفعلا كانت فقره مميزه جدا واتكلمنا النهارده عن مشاكل ممكن تقوم البيت حريقه زي ما بيقولوا ازاي نهدأ ازاي ما يبقاش الزوج عنيد وازاي ما تبقاش الزوجه عنيده مشاهدينا كده فقرتنا انتهت